بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا هاي سبيد، برنامج السرعة القصوى. في برنامجنا بنتنافس مع بعض وبنتعلم معلومات جديدة عن بلد من وطننا العربي، وكمان بنتعلم عن شخصية كتابية نستفاد بيها في أيامنا وفي حياتنا. تعالوا بينا نتعرف على الفريقين المشتركين في حلقتنا النهاردة ونرجع تاني. أنا اسمي يوسف فاز بالكنيسة الإنجليزية بشبرا الخيمة واسمي فريق ستارز. أنا اسمي مينا مجدي بالكنيسة الإنجليزية بشبرا الخيمة واسمي فريق ستارز. أنا اسمي كريستينا بلاد والكنيسة الإنجليزية بشبرا الخيمة واسمي فريق ستارز. أنا اسمي رفيق بشرى بالكنيسة الإنجليزية بشبرا الخيمة واسمي فريق ستارز. أنا اسمي إنجي ماهر بالكنيسة سراي القبة الإنجليزية واسمي فرقتي توسكافين. أنا اسمي سامي شريف بالكنيسة سراي القبة الإنجليزية واسمي فريق توسكافين. أنا اسمي مريم فيكتور من كنيسة سراي القبة الإنجليزية واسمي فريق توسكافين. أنا اسمي مارك ماجد مجلي من كنيسة سراي القبة الإنجليزية واسم فريق توسكافين. وزي ما تعرفنا على الفريقين المشتركين معانا، عايزين نرحب بيهم. معانا فريق توسكافين، والفريق المنافس ليه فريق ستارز، والفريقين هيتنافسوا باقصى سرعه معانا. بس عايزين قبل ما نعمل كده نتعرف على البلد اللي معانا في حلقتنا النهارده. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. مصر عاصمتها القاهرة. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي 1,200,000 كيلومتر مربع. ديانة مصر هي الإسلام، ونظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي. اللغة الرسمية هي اللغة العربية الفصحى. العملة المستخدمة هي الجنيه المصري. يتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل. أكبر الكتل السكانية هي القاهرة الكبرى التي بها تقريبا ربع السكان، تليها الأسكندرية، كما يعيش أغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس. البلد اللي معانا النهارده هنعرف معلومات عنها اكتر هي بلدنا اللي عايشين فيها مصر زي ما شفنا. ونمشي باقصى سرعه في الاسئله السريعه، اول فقره من فقرات برنامجنا. بس قبل ما نمشي ونعرف الاسئله السريعه، عايز اقول لكم ان احنا جات لنا مخالفه، والمخالفه مكتوب عليها الابداع. هل احنا مبدعين؟ هل كل حاجه بنعملها كده وخلاص، ولا بنركز فيها وبنبتكر فيها وبنعملها تبقى حاجه مختلفه؟ هنعرف اكتر عن الابداع واحنا ماشيين باقصى سرعه. وبنبتدي مع بعض اول فقره الاسئله السريعه. جاهزين؟ مستعدين؟ ممكن نحيي الفريقين جامد جدا مع اول فقره. هقرا لكم السؤال، واول ما اخلص قرايه اللي يعرف الاجابه يدوس على كلاكس. اهم حاجه نستنى لما اخلص قرايه السؤال. جاهزين؟ مستعدين؟ السؤال الاول بيقول: ما هي عاصمه مصر؟ القاهره، اسكندريه، الجيزه؟ القاهرة. القاهرة إجابة صحيحة. فعلاً عاصمة مصر هي القاهرة. السؤال الثاني بيقول: نشأت أول حضارة في مصر منذ 5000 سنة قبل الميلاد، ولا 7000 سنة قبل الميلاد، ولا 2500 سنة قبل الميلاد؟ فريق توسكافين داس على الكلاكس قبل ما خلص قراية السؤال كله، وبكده يتحرم من هو يجاوب. فريق ستارز ممكن يجاوب. 5000 سنة. 5000 سنة قبل الميلاد. إجابة خاطئة للأسف.
الحقيقة إن إجابة السؤال ده إنه نشأت أول حضارة في مصر منذ 7000 سنة قبل الميلاد. السؤال الثالث داخلين عليه بأقصى سرعة، والسؤال بيقول عدد محافظات مصر 25 ولا 27 ولا 28؟ 27. إجابة صحيحة. فعلاً عدد محافظات مصر هما 27 محافظة. السؤال الرابع بيقول من هو أول رئيس مصري بعد ثورة 1952؟ هل هو جمال عبد الناصر ولا محمد نجيب ولا أنور السادات؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر إجابة خاطئة للأسف. فريق توسكافين. محمد نجيب. محمد نجيب إجابة صحيحة. فعلا محمد نجيب هو أول رئيس مصري بعد ثورة 1952. السؤال الخامس وهو نص فقرتنا، أعلنت الجمهورية في مصر سنة كام؟ 1952، 1953 ولا 1954؟ 30 ثانية للفريقين. ممكن السؤال تاني بعد إذن؟ أعلنت الجمهورية في مصر سنة كام؟ 1952 ولا 53 ولا 54؟ 53. فريق توسكافين بيقول 1953 وهي إجابة صحيحة. فعلا مصر بقت جمهورية سنة 1953. السؤال السادس بيقول وحد مصر القديمة الملك تحتمس ولا أحمس ولا مينا؟ مينا. مينا. مينا إجابة صحيحة. فعلا إجابة السؤال السادس هي إنه مينا هو اللي وحد مصر القديمة، عشان كده مسمينه مينا موحد القطرين. السؤال السابع بيقول طرد الهكسوس من مصر، من هو؟ رمسيس الأول ولا سنفرو ولا أحمس؟ فريق ستارز دوست قبل ما خلص إجابة السؤال، عشان كده الدرجة هتروح عليك. وبكده فريق توسكافين من حقه ان هو يجاوب. هقول السؤال تاني، طرد الهكسوس من مصر، هل هو رمسيس الأول ولا سنفرو ولا أحمس؟ أحمس. أحمس إجابة صحيحة. فعلا أحمس هو الذي طرد الهكسوس من مصر. السؤال الثامن بيقول تحتل مصر عالميا بسبب عدد السكان المركز 17 ولا 19 ولا 20؟ 19. إجابة خاطئة للأسف. فريق توسكافين 17. إجابة صحيحة. فعلا إجابة السؤال إن مصر تحتل عالميا بسبب عدد السكان هو المركز 17. السؤال التاسع بيقول مؤسس مصر الحديثة، هل هو محمد علي ولا الملك فاروق ولا الملك فؤاد؟ محمد علي. محمد علي إجابة صحيحة. إجابة السؤال التاسع فعلا هي إنه مؤسس مصر الحديثة هو محمد علي. السؤال العاشر والأخير في فقرة الأسئلة السريعة، المساحة الصالحة للزراعة في مصر هل هي 10% ولا 15% ولا 5% من إجمالي مساحة مصر؟ 5%. 5% إجابة صحيحة. فعلا 5% هي المساحة الصالحة للزراعة في مصر. وبكده فقرة الأسئلة السريعة خلصت، بس لسه فقراتنا كتيرة. استنونا فاصل صغير ونرجع لكم برنامجنا هاي سبيد.
رجعنا لكم من تاني وعايزين نقول نتيجة فقرة الأسئلة السريعة. اللي كسب معنا في الفقرة دي بسكور 9-0 هو فريق توسكافين. وداخلين مع بعض بأقصى سرعة على الفقرة اللي بعد كده. وفي الفقرة دي احنا هنتكلم على شخصية كتابية. الشخصية اللي معانا النهاردة شخصية موسى. زي ما احنا عارفين او معظمنا عارف ان قصة موسى قصة مختلفة جدا في ترتيب الاحداث بتاعها. موسى وهو طفل صغير فرعون ادى اوامر بان كل الاطفال اليهوديين يكونوا بيتذبحوا ويتقتلوا. مامة موسى خافت عليه جدا، حطته في باسكت وسابته في النيل. وبنت فرعون شافته في النيل برضو، شافته وعجبها الطفل وقررت ان هي تربيه. اتربى موسى في بيت فرعون، وكل ده كان بترتيب من ربنا عشان في الاخر موسى يقود شعب اسرائيل ان هو يطلع بره مصر، بره العبوديه. ومعانا في لعبتنا اللي جايه قدامنا شويه من الباسكتس، والمفروض ان احنا هننقل الباسكتس دي من هنا نوديها الناحيه الثانيه. عندنا 2 لعيبه من كل فريق هينزلوا على ايديهم ورجليهم، واحد واحد هيروح بسرعه يجيب ثبت ببقه وبعدين يرجع يبدل مع زميله ويروح زميله بسرعه على ايده ورجله يجيب الثبت اللي وراه وهكذا، ونشوف هيجيبوا الست ثبته في قد ايه وقت، وبعدين نحسب نفس التايم لفريق ستارز. جاهزين؟ توسكافين نحييهم تحيه كبيره جدا. التايم هيبتدي حالا. زي ما احنا شايفين اللعيب بيفكر بإبداع، قرر ان هو يرجع لورا بدل ما لسه يلف، عمل كده زي مايكل جاكسون ما بيعمل وهو بيرجع لورا. سحبت مايكل. مش عايزين ننسى لما نخلص نقعد في العربية وندوس على الكلاكس. نركب العربية. اركب العربية وبعد ما تركب دوس على الكلاكس. تايم. نحيي فريق توسكافين. هنشوف فريق ستارز هيعمل ايه بس بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من تاني وعايزين نشوف فريق ستارز هيعمل ايه في مسابقتنا في موضوع الثبتة. وزي ما احنا عارفين كنا بنتكلم على قصة موسى لو انتم مش بتتابعونا من الاول. جاهزين فريق ستارز؟ نحييهم تحية كبيرة جدا. التايم هيبتدي حالا. وزي ما احنا شايفين فريق ستارز بيعمل دايف كده على الباسكت عشان يجيبه. بينط كده في حمام السباحة ويرجع. اركب العربية بسرعة. تايم تايم. نحيي فريق ستارز على المجهود الرهيب والتضحية. عايزين نشوف مين كان الأسرع في المسابقة دي، هنعرف كده بعد الفاصل. استنونا وبرنامجنا السريع قوي هاي سبيد. رجعنا لكم من تاني وبرنامجنا هاي سبيد، برنامج السرعة القصوى. عايزين نعرف مين اللي حقق السرعة القصوى في الفقرة اللي فاتت، فقرة الثبتة. اللي كسب معانا واخد 5 درجات كاملين هو فريق ستارز. فريق ستارز
حقق المكسب واخد اول 5 درجات معانا في حلقتنا النهارده، وكده النتيجه الكليه تبقى 9-5 لفريق توكسافين. داخلين باقصى سرعه على الفقره اللي بعد كده، وهي فقره ميكانو. زي ما احنا شايفين قدام الفريقين على العربيات في مكعبات، المفروض نحاول نعمل اثر او مكان موجود في مصر وبيعبر عن مصر من خلال المكعبات اللي معانا. هندي حد اقصى 5 دقائق عشان نخلص في المشروع بتاعنا، وطبعا عايزين نشوف الابداع والابتكار، وطبعا الفريق اللي يخلص الاول يدوس على الكلاكس، مش لازم نستنى ال5 دقائق كلهم. جاهزين؟ مستعدين؟ ممكن نحيي الفريقين جامد جدا. التايم هيبتدي حالا. ممكن تشتغلوا في النص عشان كله يساعد. والفريقين دلوقتي بيحاولوا يعملوا مكات او حاجه بالمكعبات، مكان يرمز لمصر. وهي دي بقى الفقره اللي لازم يبتدوا يفكروا ويبدعوا فيها، وزي ما بنقولها to think out of the box، نفكر بره الصندوق ازاي نحاول نعمل حاجه شكلها تعبر عن مصر، سريعه ومعبره ومبتكره وفي وقت قليل قوي. فريق خلاص خلاص، فريق ستارز خلص الاول وعايزين نشوف المنتج بتاعه. فريق ستارز كان بيبدع جدا وفكر في حل سهل وسريع عشان ياخد ال5 درجات، وان هو عمل الهرم. ده الهرم انهي واحد فيهم، الكبير ولا اوكي عمل هرم من الاهرامات الثلاثه، وبكده ياخد معانا 5 درجات كاملين. فريق ستارز كسب معانا 5 درجات كاملين. زي ما انتم شايفين عمل هرم واحد من ال3 اهرامات بتوع مصر، مشروع معبر جدا، وبكده يكسب معانا 5 درجات. مبروك عليهم ال5 درجات. هارد لك هارد لك فريق توسكافين. لسه فقراتنا طويله وما خلصتش، استنونا وبرنامجنا السريع جدا هاي سبيد. رجعنا لكم من تاني، وعايزين نقول لكم النتيجه لغايه دلوقتي هي 10-9 لفريق ستارز. المنافسه قويه جدا، فرق درجه واحده. وصلنا مع بعض لفقره الايه، هتظهر قدامنا على الشاشات ايه بس حروفها ناقصه، على الفريقين يحاولوا يكملوا الحروف دي، ومعاهم تايم 4 دقائق بس، وكمان معاهم 3 محاولات بس ان هم يغلطوا. اللي يعرف الايه ويخلصها يدوس على الكلاكس عشان ياخد معانا 3 درجات. بس لسه الفقره ما خلصتش، بعد ما نخلص هنقعد مع بعض نحفظ الايه، والفريق اللي يحفظ ويبقى متاكد ان هو لو سمعها لي مش هيتلخبط يدوس على الكلاكس، ولو سمعها لي صح هياخد 2 درجات كمان. جاهزين؟ مستعدين؟ فقره الايه هتبتدي حالا، اتفضلوا. أصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا في البيت، لو أنتوا بتتابعونا على شاشات سات 7 كيدز وبتتفرجوا على برنامج هاي سبيد، افتحوا معانا الشاهد بتاع الآية من الكتاب المقدس عبرانيين 11:24.
تمام. فريق ستارز للأسف خلص كل محاولاته في ان هو يعرف الآية، وبكده الوقت كله في صالح فريق توسكافين. فاضل لكم محاولة واحدة، ركزوا فيها، الوقت كله معاكم، ركزوا. وشايفين على شاشات فريق ستارز مكتوب لقد تم تخطي عدد المحاولات. جملة وحشة قوي ان احنا نشوفها. كل احلامنا تنهار، حلم الثلاث درجات كله بينهار. فاضل دقيقة واحدة في فقرتنا، فقرة الآية. فاضل دقيقة على فريق توسكافين ان هو يحاول يعرف الآية. للأسف الفريقين خلصوا كل المحاولات وما عرفوش الآية، وبكده ضاعت ثلاث درجات كاملة. هقرأ لكم الآية، وأصدقائنا برضو اللي بيتابعونا في البيت يركزوا في الآية. الآية بتقول بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، عبرانيين 11:24. الآية مرة تانية، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، عبرانيين 11:24. ودلوقتي الفريقين ممكن لو حفظوا الآية، اللي مستعد يدوس على الكلاكس، اللي مستعد يدوس على الكلاكس عشان في درجتين على حفظ الآية. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، عبرانيين 11:24. وتسكفين داس على الكلاكس، مين هيسمى؟ بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، عبرانيين 11:24. هايل، نسقف لها جامد جدا. فريق توسكافين مع انه معرفش الآية وضيع عليه ثلاث درجات، لكن هو عوض خسارته بدرجتين الحفظ. هنقول الآية مرة أخيرة، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، عبرانيين 11:24. استنونا، فقراتنا لسه ما خلصتش وبرنامجنا السريع قوي، هاي سبيد. رجعنا لكم من تاني، والنتيجة لغاية دلوقتي بين فريقين توسكافين وفريق ستارز هي 11:10 لفريق توسكافين. فرق درجة واحدة بس بين الفريقين، المنافسة قوية جدا. وصلنا مع بعض لفقرة كارتونيكو، هتظهر قدامنا على الشاشة بازل، وعلى الفريقين يحاولوا يجمعوا البازل دي. هيبقى معانا تايم 4 دقايق عشان نخلص فيهم البازل، والفريق اللي يخلص الأول يدوس على الكلاكس، ولو خلصتها صح هتاخد 5 درجات كاملين. جاهزين؟ التايم هيبتدي حالا، اتفضلوا. اتعودنا في حلقات هاي سبيد انه فقره كارتونيكو بتبقى البازل مكان او اثر موجود في البلد اللي بنتكلم عليها في حلقتنا النهارده، والبلد هي مصر. نفتخر انه احنا بنتكلم على بلدنا مصر النهاردة ونعرف عنها معلومات. وشايفين على الشاشات أبو الهول، هو ده الأثر السياحي اللي موجود في بلدنا. شور خلاص. لغاية ما الفريقين يخلصوا عايزين نقول شوية من المعلومات اللي اتعلمناها النهاردة عن مصر. معلومات قيمة جدا لازم نبقى عارفينها عن بلدنا.
هقول لكم شويه من المعلومات اللي اتعلمناها عن مصر النهارده. من ضمن المعلومات هي انه اول حضاره انشئت في مصر انشئت منذ 7000 سنه قبل الميلاد. انا اتعلمنا كمان انه اول رئيس مصري بعد ثوره 1952 كان محمد نجيب. صورة معروفة طبعاً لينا كلنا صورة أبو الهول. زي ما احنا عارفين ناس كتيرة من السياح اللي بيجوا يزوروا مصر بيحبوا يتصوروا الصورة دي مع أبو الهول، يتصوروا الصورة أبو الهول وهم وشهم في وش بعض. صورة معروفة ومميزة. فاضل دقيقة على فقرة كارتونيكو تخلص. أكمل لكم آخر معلومة اتعلمناها. مؤسس مصر الحديثة هو محمد علي. دي من المعلومات القيمة المهمة ان احنا بقى عارفينها عن مصر. باقي 30 ثانية للفريقين. مبروك فريق توسكافين. خلص البازل قبل الوقت ب 15 ثانية بس. برافو، مبروك عليكم، 5 درجات كاملة. هارد لك فريق ستارز، مبروك عليكم 5 درجات. استنونا بعد الفاصل ونرجع لكم، فقراتنا لسه كتيرة. رجعنا لكم من تاني وعايزين نشوف النتيجة ايه لغاية دلوقتي. النتيجة لغاية دلوقتي هي 16-10 لفريق توسكافين. فرق 6 درجات بس، ممكن النتيجة تتقلب رأسا على عقب، محدش يعرف مين الكسبان. وصلنا مع بعض دلوقتي لفقرة كاريوكي. زي ما تعودنا معانا فريق من المزيكا، عايزين نحييهم جامد جدا. الفريق هيعزف لنا قطعة موسيقية لترنيمة، والفريقين يحاولوا يعرفوا اسم الترنيمة. اللي هيعرف الاسم الترنيمة يدوس على الكلاكس، ولو جاوبها صح هياخد 5 درجات كاملين. جاهزين مستعدين؟ فريق المزيكا اتفضل. فريق ستارز خلص الأول. يلي مت بدالي. يلي مت بدالي إجابة خاطئة للأسف. فريق ستارز اتسرع قوي في ان هو يسمع الترنيمه وجاوب غلط. من حق فريق توسكافين ان هو يسمع الترنيمه من الاول ويدوس كلاكس منين ما يعرف. اوكي، نسمع الترنيمه تاني مع بعض. فريق توسكافين واضح ان هو وصل لحاجه. تعالوا نشوف. سلامك فائل عقول. سلامك فائل عقول اجابه صحيحه. فعلا هو ده اسم الترنيمه، وفريق توسكافين بكده ياخد معانا 5 درجات كاملين. فقراتنا لسه ما خلصتش، استنونا بعد الفاصل وبرنامجنا السريع جدا هاي سبيد.
رجعنا من تاني وصلنا لاخر فقره من فقرات حلقتنا النهارده وهي فقره البلاي ستيشن. نلعب مع بعض ماتش كده ودي خمس دقايق بين الفريقين ونشوف مين اللي هيكسب. اللي هيكسب هياخد خمس درجات كاملين. جاهزين ومستعدين؟ الفقره هتبتدي حالا. اتفضلوا اعزائي المشاهدين، نرحب بكم من ستاد هاي سبيد. معنا مباراة لماتش السوبر بين الفريقين، فريق برشلونة وفريق ريال مدريد. الكرة في ايدين ريال مدريد، تتقطع تروح لبرشلونة، تتقطع تاني ولريال مدريد، يبتديها كده الهجمة من على وينج شمال، تروح تاني لبرشلونة، تتقطع منه تاني وتروح للريال مدريد. ريال مدريد داخل وهيخش جوه 18 ولا ايه؟ تتقطع منه لفريق البارسا. الكوره كده مشتته بين اللعيبه، مش عارفين مين المسيطر في المباراه لغايه دلوقتي. هجمة مرتدة سريعة لفريق برشلونة، لكن تسلل، حكم الراية ما قالش حاجة. شوطة حلوة في ايد حارس المرمى. وصلنا مع بعض للدقيقة 30 من احداث الشوط الاولاني. في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الثاني والمباراة مستمرة، سامعين الجمهور بيشجع بحماس جدا. الدقيقة 42 ولسه التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. وصلنا للدقيقة 45 ولسه التعادل 0-0 التعادل السلبي. شوطة قوية لكن حارس المرمى صاحي. هجمة لسه فريق ريال مدريد هو المسيطر في الشوط الأولاني. حكم بيصفر يعلن نهاية الشوط الأولاني من المباراة وماتش السوبر. الشوط الثاني ابتدى بسرعة. هجمة سريعة لفريق برشلونة، هجمة من نص الملعب لكن تتخطف وتروح لفريق ريال مدريد. شوطة حلوة لكن حارس المرمى يتصدى بقوة ليها. ووصلنا مع بعض للدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني والتعادل سلبي 0-0. كورنر هجمة كده حلوة من فريق البارسا عند الكورنر لكن تتقطع وتبقى رمية تماس لصالة فريق البارسا. هجمة حلوة لفريق برشلونة. ريال مدريد داخل من ال 18 وهيشوط ولا هيعمل ايه؟ لكن تطلع بره الملعب وضربه ركنيه تلعبها قصيره تتخطف منه تروح لفريق برشلونه. برشلونه داخل ومكمل ثرو باس حلو جدا داخل في الوينج الشمال داخل هيعدي يا ولد اللعيب عدى اللعب.
شوطة حلوة لكن حارس المرمى بيتصدى ليها، وشوطة تانية في تشتيت كده في الخطوط الدفاعية لفريق ريال مدريد. شوطة حلوة تاني، فريق برشلونة مسيطر من الدقيقة الأولى في الشوط التاني من المباراة. بقلنا 15 دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمباراة ونهاية فقرة إلكترونيكو، وهي آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. سامعين الجمهور بيشجع، جمهور استاد هاي سبيد. فرصة ذهبية تضيع ولحظة من الندم من اللاعب، فرصة ذهبية بصراحة، خسارة تضيع، خسارة. ربنا يخليكم بجد. بحيي الجمهور الجميل، انتوا اللي سكر كلكم بجد، ميرسي. هجمة حلوة لكن تيجي في القايم الشمال، الحكم يصفر، والحكم يصفر يعلن نهاية الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة هي التعادل السلبي 0-0. هنروح فاصل صغير ونرجع عشان نعرف مين اللي فايز في حلقتنا النهاردة. استنونا ببرنامجنا السريع قوي هاي سبيد. رجعنا من تاني عشان نعلن عن الفايز في حلقتنا النهاردة، والفايز هو فريق حصل على 21 درجة، هو فريق توسكافين. هارد لك فريق ستارز، حصل على 10 درجات بس، هارد لك تكسبوا معانا برضو. مبروك هدية البرنامج. استنونا فاصل صغير ونرجع لكم برنامجنا السريع قوي هاي سبيد. رجعنا لكم من تاني، ومش عايزين ننسى الشخصية الكتابية اللي معانا النهاردة كانت موسى، وعايزين زي ما احنا عرفنا ان قصة موسى وهو طفل ربنا انقذه من الموت، ومشي معاه سكة طويلة في حياته فيها غلط كتير وبعد عن ربنا كتير، لكن في الاخر برضو كان بيرجع. احنا كمان لازم برضو نبقى كده، لازم علاقتنا بربنا نمشي معاه سكة طويلة، لان هو مخطط لنا حياتنا كويس قوي. دلوقتي وصلنا لسؤال أصدقائنا بيتفرجوا علينا في البيت، والسؤال بيقول اكتب أهم معلومة تعلمتها النهاردة عن مصر، وكمان اكتب الآية اللي احنا تعلمناها مع بعض ومع الفريقين. للأسف وقت حلقتنا خلص، استنونا الحلقة الجاية مع مسابقات جديدة وحماسية أكتر، برنامجنا السريع جدا هاي سبيد. ابعتوا لنا إجاباتكم على العناوين دي. العنوان البريدي صاد ب 133 مقطع 11571 القاهرة، والإيميل بتاعنا speed@set7.com.
وموقعنا هو www.sad7kids.com.